Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube تربوية مع الأستاذ محمد البخاري. مرحبا بكم أعزائي الكرام أعزائي الكريمات، فيديو جديد على قناتكم تربوية مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو إن شاء الله دائما في إطار فروض المراقبة المستمرة المرحلة الثانية المستوى الخامس ابتدائي مادة اللغة الفرنسية لاكتيفيتي دو لا غرامير. إذا اللي باقي ما تفرجش في كاع الفروض اللي درت في القناة يمشي لا ديسكريبسيون، غادي يلقى مجموعة ديال لي ليان بزاف ديال الروابط ديال الفروض، غادي يدخل ويتفرج بتمعن وإن شاء الله غادي يفهم. بالنسبة التلاميذ اللي باغيين بي دي اف ديال الفرض يقراو اول كومونتير، انا غادي ندير النمره ديالي ديال الواتساب تما باش تواصلوا معايا، غادي يكون ايبانغلي ياك، غادي تدخلوا وغادي تواصلوا معايا في الواتساب، غادي تطلبوا مني بي دي اف، غادي نصيفط لكم بي دي اف وكذلك التصحيح ديال هاد الفرض على شكل فيديو في الواتساب ان شاء الله. صافي، اذا مرحبا بكم. اذا نبداو على بركه الله. الفرض ديالنا ديال لا غرامير في هاد الوحده الثانيه في المستوى الخامس ابتدائي قريتو لي تيب دو فراز 1 اللي كان فيه ديكلاراتيف اي انتيروغاتيف، و لي تيب دو فراز 2 قريتو فيها لي فراز امبيراتيف اي اكسكلاماتيف. صافي، دونك ici il y en a 4 questions sont très simples. On va commencer par la première question, suivez avec moi. Indique le type de chaque phrase, déclarative ou interrogative. Donc, on a dit 4 phrases. On va définir la variété. Le type, واش هي جمله اخباريه تقريريه ولا هي جمله انتروغاتيف صادير استفهاميه كتسال علامات الاستفهام وكطرح اون كاستيون. لي بيي دواف بروتيجي ليدونتيتي دو شاك انفون، البلدان خصهم يحافظوا على الهويه ديال كل طفل. دي جمله فيها خبر، دونك هنا سي اون فراز ديكلاراتيف، سو كومونس بار ماجوسكول اي سو تيرمين بار بوين. صافي، ديكلارا كتبدأ ماجيسكول وكتسالى بوان. دوزيام فراز، كوني تو تي دغوا، واش كتعرف الحقوق ديالك؟ هنايا اون كاستيون، سؤال هنايا، دونك هنا سي اون فراز انتيروغاتيف، انتيروغاتيف، صافي، سي اون فراز انتيروغاتيف، جملة استفهامية. بوركوا؟ باسكو إي سو كومونس بار ماجيسكول إي سو تيرمين بار بوان دانتيروغاسيون. La troisième phrase, ici il y en a à l'école, nous apprenons nos droits et nos devoirs. في المدرسة كنتعرفوا أو كنتعلموا الحقوق ديالنا وكذلك الواجبات ديالنا. دونك هنايا هاد لا فراز كتبدا ماجوسكول وكتنتهي ببوان بنقطة. دونك سي اون فراز ديكلاراتيف. اوكي، ماشي فراز انتيروغاتيف حيتاش ما فيهاش لا كيستيون. كاتريام فراز لا ديرنيير، سو كومونس بار ماجيسكول سو تيرمين بار بوان دانتيروغاسيون. بوفي فو نو بارلي دو نو دوفوار، واش يمكن لك تهضر لينا على الواجبات ديالنا؟ دونك هنايا كاين سؤال، داكوغ، دونك سي فراز انتيروغاتيف، انتيروغاتيف، سي اون فراز انتيروغاتيف، سي تري بيان، يعني جملة استفهامية. دونك هنايا عندي جوج ديال لي فراز انتيروغاتيف، هما كيبداو بماجيسكول وكينتهيو بوان دانتيروغاسيون، وعندي دو فراز ديكلاراتيف سو كومونس بار ماجيسكول سو تيرمين بار بوان. داكوغ، باسون لا دوزيام كيستيون، سويفي افيك موا. ترانسفورم لي فراز ديكلاراتيف سويفونت اون فراز انتيروغاتيف. دونك هنا عندي جوج ديال الجمل ديكلاراتيف، غادي نحولهم لجمل انتيروغاتيف. صافي، وحنا عارفين بانه كاين تقنيات باش نحولو الجمله من ديكلاراتيف انتيروغاتيف. كاين لانفيرسيون دو سوجي، كاين لانتوناسيون، كاين لا لوكوسيون، داكوغ، كاين ليتيليزاسيون دي مو انتيروغاتيف تيل كو او او بيان كوا او بيان كومون او بيان كي او بيان كوا اتسيتيرا اتسيتيرا. دونك هنا عندي ديكلاراتيف لا فراز هي هادي، ايل ريسبكت لي دروا دي زوطخ. شنو هو السؤال اللي ممكن نسولو؟ صافي، رجعو سؤال، كاين امكانيات بزاف، ممكن هاد الجمله نحطها هي نفسها هنايا وندير لها غير بوان دانتيروغاسيون في الاخر وصافي، وغادي تكون سي اون فراز انتيروغاتيف سو كومونس بار ماجيسكيل اي سو تيرمين بار بوان دانتيروغاسيون. ولكن يمكن لي ندير اسكو مثلا، اسكو هكا، اسكيل ريسبكت اسكيل ريسبكت لي دروا دي زوطخ، واش كيحترم الحقوق ديال الاخرين؟ ندير بوان دانتيروغاسيون. دونك هاي سو كومونس بار ماجيسكول سو تيرمين بار بوان دانتيروغاسيون، دونك سي اون فراز انتيروغاتيف بطبيعة الحال. هنايا لا دوزيام فراز، تو اكزيرس تي دوفوار، كدير الواجبات ديالك.
دونك هنايا ممكن نرجعوا هاد لا فراز هادي فراز انتيروغاتيف غنديروا لانفيرسيون دو سوجي. لانفيرسيون دو سوجي يعني هتولي هكا اكزيرس تو تي دوفوار بوان دانتيروغاسيون. هاي سو كومونس بار ماجيسكيل سي تيرمين بار بوان دانتيروغاسيون دونك سي فاسيل. دونك هنايا قلنا كاينين بزاف ديال التقنيات اننا نديروا لانفيرسيون دو سوجي يعني السوجي هكا كيكون كنقلبوه وكنديروا بوان دانتيروغاسيون ولا نخلي لا فراز هي هي وندير لها غير بوان دانتيروغاسيون ولا كندير لا لوكوسيون ستادير كان اوتيليزي هاد اسكو ايتترا ايتترا. دونك عندنا بزاف ديال التقنيات. باسون على تخوازيام كيسيون مانتونون سويف افيك موا سوليني لي فراز اكسكلاماتيف. دونك لي فراز اكسكلاماتيف اش غادي ندير لهم؟ غادي نسطر عليهم. حنا كنعرفوا لا فراز اكسكلاماتيف هي واحد الجمله كتبدا بماجوسكيل اي سو تيرمين با بوان ديكسكلاماسيون. بوان ديكسكلاماسيون هي هادي اللي هي علامة التعجب كتكون فيها التعجب. دونك لا فراز ا كيل مانيفيك سبيكتاكل نو بافاردي با اون كلاس كيل بيل جورني يا له من يوم جميل. دونك هنايا عندي جوج جمل اكسكلاماتيف غنسطر عليهم بكل سهولة هما هادو. دونك عندي ا ما هي علاش باسكو سو كومونس بار ماجيسكول و تيرمين بار بوان ديكسكلاماسيون. عندي سي اوسي سو كومونس بار ماجيسكول ما هي et je termine par point d'exclamation. D'accord? C'est très bien. Passons à la quatrième question et la dernière question. Suivez avec moi. Transforme les phrases déclaratives suivantes en phrases exclamatives. Le فوق les phrases déclaratives حولناهم جمل استفهامية. D'abord, غادي نحولو هاد les deux phrases جمل تعجبي. Ça fait فيهم تعجب. Donc, cet enfant est courageuse. Cet enfant est courageuse. هاد الطفلة شجاع. Donc, شنقولو اترجعنا une phrase exclamative فيها التعجب. يعني C'est le point d'exclamation. On dit auquel quel enfant courageuse ou bien quel courageux enfant. Quel enfant courageuse. Quel enfant courageuse. Point d'exclamation. C'est bien. Il y a une phrase exclamative. Quatre de majuscule ou quatre de point d'exclamation. Ce projet de classe est magnifique. Il y a une jumla déclarative. Il y a le projet de classe. Il y a le qism. Il y a un jamil. Donc, il y a un dire quel magnifique. Quel magnifique projet de classe. Projet de classe. Quel magnifique projet de classe. Point d'exclamation. Ouais. Ça commence par majuscule, se termine par point d'exclamation. Bada ghadi nkun kmelt la vidéo ديال اليوم اللي كان كيخص l'activité de la grammaire فرض من فروض المراقبة المستمرة المستوى الخامس ابتدائي. كنتمنى انكم تزيدوا تدعموا قناة التربويات مع الاستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يبقى وصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كنت معكم انا الاستاذ محمد البخاري والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.